رحلتي مع موضوع التدريب ده عشان اتكلم فيه باختصار. انا صيدلي خرجت من كليه صيدله، قلت عايز اتحط في حته انا بحبها، يعني احلم. لا ما انت خلي بالك خلي بالك عشان ما بوصلتوك. خرجت من كليه صيدله عايز اشتغل في حاجه انا بحبها، هي ان انا امسك مايك واتكلم قدام الناس. طب هي دي مفهوم الكومفورت زون، ان انا اشتغل في حته هي دي المنطقه الامنه اللي انا بحب اكون موجود فيها على طول. هي دي المنطقة الأمنة اللي أنا عايز أكون فيها على طول، إن أنا أمسك المايك ولحد ما أنقل العلم أو إكسبيرينس للناس اللي قدامي. بدأ الموضوع بتاع التريننج معايا من زمان جدا، وأنا في التعليم الأساسي في المدرسة حبيت إن أنا أبقى زي اتحاد طلبة وأتكلم مع الطلبة اللي زمايلنا والكلام ده كله. بدأ قلت لا أنا مش عايز أبقى في الكومفورت زون على طول، لازم أخرج بره. بدأت ألعب كورة. طيب لعبت كورة في فريق كرة قدم يعني محترم، قعدت سنتين لعبت منتخب مصر. بعد كده سبت الكورة. طب ما انت مرتاح ومستريح وبتلعب في فريق كوره كويس ولعبت منتخب مصر، طب انت المفروض تكمل. لا جيت في الثانوي طبعا لازم تجتهد وتذاكر وتجيب مجموع كويس وتخش كليه صيدله. اجتهدت وجبت مجموع كويس وجبت مجموع كليه طب، ما دخلتش طب دخلت صيدله. طب ليه صيدله؟ عشان في الاخر هتحط قدام اسمك دال وفي نفس الوقت 5 سنين وشويه العلم اللي احنا بندرسهم في الكليه هم دول اللي ممكن يهلوك ان انت ممكن تقف في الصيدليه وتفيد المجتمع. اللي هو في الاخر بتقف تعلم الناس وانت في الصيدليه. دخلت الكليه حبيت ابقى في الكونفورت زون تاني، لعبت كوره فريق كليه وفريق جامعه وخدت احسن لاعب 2009 على مستوى جامعات مصر، وعايز افضل برضه في الكونفورت زون اعلم الناس. دخلت الكليه ابقى في اتحاد طلبه وابقى في منظمه كبيره في كليه صيدله، مسكت بابليك ريليشن في المنظمه دي، وبعد كده اتخرجت لسه استنى في الكونفورت زون اللي مش عارف اخرج منها. السؤال هنا هو احنا المفروض نخرج من الكونفورت زون ونفضل فيها؟ المصطلح العام يقول لحضرتك على طول وانت في الكونفورت زون اخرج منها، ما تقعدش كتير في منطقه الراحه. طب هي ايه منطقه الراحه اصلا؟ الكونفورت زون دي هي اللي عندها انت بتحس بالساتسفاكشن ان انت خلاص وصلت للمنتهى. انا خلاص بقدم فيديوز بعلم الناس، خلاص وصلت لمرحله والجيك بتاعي بقى عالي، ده بالنسبه لي الكونفورت زون. طب لازم اخرج منها يا احمد واروح في حته تانيه عشان اجتهد واتعب واتعلم؟ انا الكونسبت بتاعي بالنسبه لي ده غلط. بالنسبه لكم لازم تتعلموا ان انت تفضل على طول في الكونفورت زون. واي نوت ان انا افضل في المنطقه دي واوسع الدايره بتاعتي. انا في مجال التدريب بتاعي اشتغلت في شركات كتير جدا، بس اهم حاجه الكونفورت زون انا مستريح فيها دي، هو بالتبعيه لازم اخرج؟ بالتبعيه لازم اكون بره واخرج في الانكونفورت زون اللي هي منطقه عدم الراحه؟ ليه؟ وانا ستيل بعلم الناس، ستيل الناس بتاخد من العلم اللي يساعدهم في الكارير باثوي بتاعهم. ستيل الناس دي هم محتاجين منك تكون في الكونفورت زون عشان تبقى فيها اكتر. تخيلوا معايا كيس سيناريو، لو انا خرجت في الكونفورت زون دي واشتغلت حاجه ثانيه. اشتغلت مثلا في كميديكال راب. اشتغلت في مجال مختلف تماما عن اللي انا بحبه والحاجه اللي انا عايز افضل فيها على طول. ايه اللي هيحصل؟ خلينا نتكلم على الكيس سيناريو، ان انا هشتغل في حته ثانيه هنتج فيها وهبدا اجتهد، بس في الاخر انا ما استفدتش على المستوى الشخصي ولا كنت مستريح، وفي نفس الوقت الناس اللي المفروض عليا عاتق ان انا اعلمهم يكون كاستمر بالنسبه لي خرجوا من الدايره بتاعتي. عشان كده الكارير بتاعي فضل في موضوع التدريب. طب عايزين نرجع لنقطه الكومفورت زون تاني، هو انا موضوع التدريب بالنسبه لك يا احمد هو الكومفورت زون؟ موضوع ان انت تعمل فيديوز يا رأفت هو ده الكومفورت زون؟ موضوع يا جعباص ان انت عايز شغلك يكبر وتبقى تاجر مسلم وده الكونفورت زون؟ طب احنا المفروض نعمل ايه في الدايره بتاعتنا ونوسعها اكتر عشان تبقى الكونفورت زون تمور كونفورت زون؟ تخيلوا معايا كده ان انت بتشتغل في حاجه والحاجه دي الكاستمر بتاعك استفاد. يعني حد اشتغل في الكارير ده بتاع التريننج وبقى بيساعد الناس، الكونفورت زون بتاعتك كبرت. هو ده الكونسبت اللي عايز اقوله لكم، ان انت غلط ان انت تطلع في الكونفورت زون تو انكونفورت زون.
ما تطلعش في منطقة الراحة لمنطقة عدم الراحة. انت نفسك هتحس الساتسفاكشن بتاعتك وانت في منطقة عدم الراحة هيقل، الساتسفاكشن بتاعتك وانت في منطقة الراحة بيزيد. طب هل ده وانا في منطقة الراحة بتاعت الكومفورت زون محتاج ان انا اطور من نفسي؟ هو ده الكونسبت اللي انا عايز اوصله، ان انا المفروض انا في الكومفورت زون بتاعتي ابدا اشتغل على نفسي وابدا اطور من نفسي. هديكم كيس ومثال عشان ما ناخدش وقتكم. انا في فتره من الفترات خرجت من الكومفورت زون بتاعتي، اشتغلت ميديكال راب، ولا استفدت، ولا الناس اللي المفروض في كليه الصيدله اللي هم شايفين احمد مختار ده بالنسبه لهم كارول موديل وبيتعلموا منه استفادوا. رجعت الكومفورت زون تاني واشتغلت في شركه ادويه كبيره. طب انت على المستوى الشخصي ايه الحاجه اللي بتعملها في الكومفورت زون؟ برضو انت بتساعد الناس على المستوى الشخصي ان هم يطوروا من نفسهم وتحطهم في الكومفورت زون، بتساعد الناس على مستواك الشخصي تطلعهم من المنطقه عدم الراحه لمنطقه الراحه فبيطوروا من نفسهم. هو ده الكونسبت اللي عايز اوصله في الاخر، ان انت غلط تماما تكون على منصه الناس هتستفاد منك وتخرج منها عشان هدف شخصي. ممكن تكون منطقه الراحه دي انت تستفاد منها على مستواك الشخصي، ومنطقه عدم الراحه لما تخرج منها استفاده اكتر، بس منطقه الراحه استفاده ليك واستفاده للناس الكاستمر بتاعك. انت عايز اوصل المسج دي ليكم، ان احنا يا جماعه على مستوى الشباب اشتغل على نفسك كتير قوي، اوعى حاجه توقفك، اوعى الدنيا توديك في حاجه انت ما بتحبهاش. صدقني مهما تفكر في حاجه عشان المجتمع او الكارير اللي احنا شايفينه قدامنا هو ده الحاجه الوحيده، لا، المجال مفتوح لاي حد عايز يشتغل، حتى خريجي صيدله او خريجي كليات ثانيه. ابحث عن المجال اللي انت بتحبه وافضل فيه، ابحث عن المجال اللي انت هتبدع فيه، ابحث عن المجال اللي يقدر يطورك واللي يقدر يطور من الكاستمر بتاعك. شكرا لكم.